يقول أديت العمرة عن نفسي ولله الحمد، هل يجوز لي الإحرام والخروج للتنعيم لأداء عمرة أخرى عن أشخاص متوفين؟ الجواز يجوز أنك تخرج للتنعيم وتعتمر عن نفسك وعن غيرك، لكن الأفضل أن لا تخرج، الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام. الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، وش تدور غير هذا؟ الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة. الاعتكاف في المسجد الحرام للقراءة، تلاوة القرآن، للأدعية، للذكر، اعتكافك عبادة في المسجد الحرام. الطواف بالبيت عبادة، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكونك تعتكف المسجد الحرام وتصلي الصلوات المفروضة، صلوات نوافل، تطوف بالبيت تطوعا، هذا أفضل من العمرة يا أخي.